تعالوا بقى نعمل الباستا فلورا، طلبت مني كتير قوي قوي، فتعالوا نعملها سوا. الباستا فلورا محتاجه لها 375 جرام من الزبده، زبده مش سمنه، وزبده متقطعه مكعبات ومش في درجه حراره الغرفه، تكون ساقعه مش مجمده بس ساقعه. 500 جرام من الدقيق الابيض المنخول، جميع الاغراض او بتاع البسكوت، لو تقدروا تتحصلوا على بتاع البسكوت يبقى حلو، لو ما قدرتوش يبقى جميع الاغراض. بيضه كامله، باكت بيكنج باودر اللي هو معلقه كبيره مليانه، كبيره ازاي؟ كبيره بتاعه الاكل مش كبيره بتاعه الغرف اللي بنشرب بيها الشوربه اهي، وتكون مليانه مش مليانه يعني قبل فوق عامله هرم، لا مليانه يعني ممسوحه بس مليانه. معلقتين صغيرين فانيليا سايله او باودر اللي موجود عندكم، 75 جرام من العسل الابيض، وبعد كده الحشوه عباره عن مربى، احنا مستخدمين مربى الفراوله، انتوا تقدروا تستخدموا المربى اللي انتوا عايزينها، وللتقديم نعناع وفراوله وسكر باودر. هو مقدار السكر الباودر اللي في العجينه مكتوب ليه؟ مش مكتوب دينا، ممكن نراجع المقدار وننزله، لان انا شايفه انه مش مكتوب. بعد اذنك هنعمل ايه يا حبايبي؟ اول حاجه البيضه هتاخد الفانيليا، الخطوات المعتاده بتاعتنا، البيضه هتاخد الفانيليا، الدقيق هياخد رشه الملح، رشه يعني ايه اهي، اللي انا بسميها نقطه يعني في القاموس بتاعي، اللي هي رشه ذره اهي، ويكون ناعم مش خشن. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط الدقيق ورشه الملح معاه بيكنج باودر، معاهم الزبده. المطلوب هنا ان انا ما اعجنش، المطلوب هنا ان انا ادخلهم في بعض يبقوا عاملين زي الرمله المبلوله، وبعدين ابتدي اكمل. ليه؟ علشان الباستا فلورا بعد كده ما تطلعش قاسيه، ما تطلعش بتتكسر وناشفه، انا عايزاها بتدوب دوب في البق، فمش عايزه اشغل الجلوتين بتاع الدقيق، فعايزاها تكون مش معجونه جامد. ويفضل يشتغل ويقف بالس يعني، يفضل. لا 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 بلاش بالس اهو، بس يبتدي يختلط، هنبتدي ننزل بقيه المقادير، بس يبتدي يتوزع الزبده. برفع السرعه طبعا واحده واحده، انا شايفه ان في زبده على السلاح فمحتاجه انزلها علشان انا عايزاهم كلهم يختلطوا مع بعض، فيبقى عنينا على الحاجه، نقفل ونشغل وهنزل دلوقتي البيضه معاها الفانيليا. خمسة وسبعين جرام من السكر البودرة، يا ريت تنزلوا لنا المقدار بقى بعد ما صلحناه، شكرا حبيبتي تسلميلي. عسل أبيض، عسل أبيض، نعم. يلا بينا، بص بقى قبل ما نطلع فاصل هنعمل ايه، بصوا العجينه عامله ازاي، بصوا اللي هيشوفها مفتته كده يا اما هيعجن ازيد عشان تلم، يا اما هيحط لها ميه، وفي الطريقتين غلط. بصوا عملنا ازاي اهو، لمت بالايد علشان ما تطلعش قاسيه يا جماعه وناشفه منكم، تمام. طيب هنعمل ايه قبل ما تطلعوا فاصل؟ المقادير تاني اهي متحدثة بكمية السكر البودرة، 75 جرام سكر بودرة منخول وناعم طبعا. العجينة اللي احنا عملناها دي لازم تخش التلاجة ساعتين متغطية، هتطلع ازاي؟ هتطلع شكلها كده، هنفردها ما بين ورقتين زبدة، ما تفردوش بدقيق ارجوكو عشان ما تنشفش منكو. هحط العجينة فوق ورقة زبدة وفوقيها ورقة زبدة وهفردها، ده
اعمله في الفصل عشان ما اضيعش وقتكم. بعد ما بنفردها بننقلها على الطبق اللي هنخبز فيه، وبنعمل لها تخريمات بالشوكه، وبندخلها على فرن حامي درجه حرارته 200 شغال فوق وتحت لمده 10 دقائق. تطلع تبرد تماما اهي، بارده تماما. اقوم مدياها المربى وارجع تاني ادخلها الفرن لمدة 10 دقايق بعد ما اكون حطيت العجينة على الوش. العجينة دي تقدروا تعملوا بيها تارت، تقدروا تعملوا بيها كيش، تقدروا تعملوا بيها باستا فلورا، تقدروا تعملوا بيها بسكوت. احنا عملنا ايه؟ فردنا العجين ارجوكوا ما بين ورقتين زبدة زي دول كده، ضروري ضروري، لان كميه الدقيق اللي هتدخل اثناء الفرد هتغير تماما مسار العجين. فردناها حطيناها في الصينيه. خلوا بالكم ان الصينيه يا اما لازم القاع بتاعها يكون متحرك، يا اما تعملوها في بايركس وتقدموه فيها عشان هتتكسر منكم. خرمناها بالشوكه، دخلناها 10 دقائق في فرن حامي 200-220 فوق وتحت شغالين. طلعناها بردناها اديناها المربى، فردنا باقي العجين وبالقطاعة عملنا اي شكل انتوا حابينه. انا عملت قلوب. هاخد زبدة متسيحة، زبدة فقط لا غير بدون اي اضافات، سيحتها هدهنها وهديها سكر بودرة على الوش، وهدخلها تاني 10 دقايق فرن حار جدا 220 فوق وتحت شغالين. تطلع احلى باستا فلورا.